أبو ناصر نشط المقاومة الشعبية، جئنا إلى هذه المواقع لنقول هذا الاحتلال، هذه الإبادة وهذا القتل وهذه الجرائم التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني لن يخاف، والشعب الفلسطيني لن يرتعب، والشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء. الشعب الفلسطيني مصر على بقائه في أرضه، وعلى بقائه في مقاومتك، وعلى بقائه في النضال ضدك أيها الاحتلال حتى زوالك. ها هو الشعب الفلسطيني يقول لك أننا كأشجار الزيتون كلما أحرقتها أيها الاحتلال تزداد اخضرانا وينوعا وتزداد تجذرا بالأرض. ها هو شعبنا، وها هي رسالتنا لهذا الاحتلال. يا احتلال ليلك زايل، احنا الحق وانتو الباطل، ولجل الوطن بدنا نقاتل.